فكرة إن إحنا بنحاول نعمل محفزات كتير علشان نجذب المستثمرين، هل في مثلا عندنا مقومات نقدر نعمل بيها نقلة صناعية في الفترة القادمة، نقدر نقول إن إحنا نقدر نقفز قفزة كبيرة للأمام؟ بالطبع مصر خدت خطوات كبيرة في ملف البنية التحتية. النهاردة توفر الطرق وربط المدن الصناعية بالموانئ، تقليل الزمن، والموانئ بقت كفاءتها والكباستي حجم التداول فيها بقى ضخم جدا. كل ده بيخلي مصر على بدايه انطلاق لدوله صناعيه واعده. يعني احنا النهارده ما عندناش، اصبح في معوقات دايما بنسميها في الصناعه كده، الهاردوير بتاع الصناعه، من انفراستراكشر، من طاقه، من كهرباء، من مواد بتروليه، كل ده الحمد لله متوفر ومتاح. نيجي للجزء التشريعي والقوانين، ده كله برضه حصل فيه طفرة كبيرة بقانون الاستثمار وقانون المناطق الصناعية وقانون الضريبة الموحد، لأن السياسات المالية أيضا هي رافد من روافد التنمية الصناعية. يبقى البيروقراطية عشان نتكلم بكل صراحة، وهي دي المعضلة اللي دايما حتى في الحوار الوطني ناقشناها كتير وشفنا كيفية الحل فيها، وبتتخذ الحكومة خطوات كتيرة في الإنهاء، منها اجتماع امبارح ده مثال كبير جدا، اللي هو دايما نقول الولاية الأراضي وتعارضها، ده كان اجتماع واضح ورسالة واضحة للمستثمرين إن الدولة بقت بتشتغل كل أجهزتها على ترابيزة دولة رئيس الوزراء بتحل المشكلة. يبقى مصر خدت خطوات ضخمة جدا. الفترة اللي جاية قطاع الصناعة مستهدف يزيد، صادراتنا لازم تزيد وتطلع على رقم كبير. هو ده الأمل الكبير اللي هيخلينا ما عندناش أزمة في منتج، ما عندناش أزمة في سعر صرف، توفر سعر الصرف في البنك المركزي يبقى متاح. طب باذن الله المناطق الصناعيه لو الناس بتزور حتى هتشوف فيه في الفتره اللي جايه دايما مصانع جديده بتفتح، مستثمرين صناعيين من دول كتيره جايين مصر، من تركيا، من شرق اسيا، من اوروبا. الاتحاد الاوروبي النهارده مركز جدا على انه يبدا يوطن صناعاته في مصر، لان احنا جاهزين لده وجاهزين لاستقبال رؤوس اموال كبيره الفتره اللي جايه.